نكملوا لي زيكاسيون ديالنا. بالنسبه للناس دوزيام اني كوليج، هاد جوج دروس ان شاء الله اللي غديروا فيهم الامتحان والفروض ديال لي تريونغل اي باراليل و ديال لي ترانسلاسيون، هما اللي غادي نخدموا ان شاء الله في هذا الاسبوع. في هذا الاسبوع هذا حاول انكم تتبعوا معنا التمرين من الاول حتى الاخر باش تفهموه مزيان، وبقيه ديال التمارين راه كاينين في القناه الناس اللي ما كاينش، وكذلك راه حنا كنبارطاجيو حتى في الفيسبوك الناس اللي عندهم جمع سته، راه في الفيسبوك كاينه قناه دير سكويلا توب، غادي يطلعوا لك الفيديوهات ديالنا وتفرج بالصحه وراه. اذا نمشيو نبداو على بركه الله. بدا التمرين الديس، غادي رقم 10 غادي نقراو فرونسي ونقراو بالعربيه باش يفهموا الدراري اللي عندهم المات اون اغ. اذا ا بي سي دي ان تريونغل تيلكو ا بي ايغال ا 2.8 سنتيمتر، ا سي ايغال ا 4.6 سنتيمتر، اي بي سي ايغال ا 6 سنتيمتر. لا ميديان دو تريونغل ا بي سي دي اي جي دو ا كوب ا سي اون ام، لا باراليل ا ا بي باسون بار ام كوب ا سي اون ام. Figure, faire le figure, montrer que n est le milieu de AC, déterminer la distance MN en justifiant la réponse. Et donc, on a ABCD ou un modèle de l'étbihait, le massif AB qui est à 8,8 cm, le massif AC qui est à 4,6 cm, ou le massif BC qui est à 6 cm. Et donc, le médian هو المثلث ABCD المصاحب للرأس A يقطع القطعة BC في النقطة M، والموازي للمستقيم AB المار من النقطة M يقطع القطعة AC في النقطة N. أنشئ الشكل، بين أن N هي منتصف قطعة AC، استنتج المسافة MN معللا جوابك. إذا هادشي اللي كاين، نمشي ونبداو الفيجور ديالنا كيفاش غنرسم المثلث. إذا نبداو بالقطعة مثلا AB 2.8، AB غناخدوها هي 2.8 مسطرة 2.8 هي AB AB إذا رسمنا AB 2.8، دابا غادي نرسمو AC 4.6. إذا غادي نرسمو القطعة اللي الشعاع ديالها 4.6، غنجيب بالكار ديالي وغادي نرسم الدائرة اللي المركز ديالها A والشعاع ديالها 4.6. عند النقطة ب كتنتمي لهاد الدائرة. إذا رسمنا الأسي هي الدائرة 4.6. دابا البي سي، باش نحدد النقطة بي سي خاصني ندير الدائرة اللي المركز ديالها سي والشعاع ديالها هو البي سي، باش نحصل على التقاطع ديال النقطة بي. إذا غناخد بالبيركار 6 سنتيمتر، هنا خديت 6 سنتيمتر، غنحيد المسطرة وغادي نجي البي سي، غنجي النقطة بي وغادي ندير التقاطع مع الدائرة باش نحدد النقطة سي، سواء من هنا أو لا من هنا، فيما بغيت ندير أنا الدائرة. مثلا أنا ندير التقاطع هنا، إذا التقاطع مع الدائرة كيحدد لي النقطة سي. المسطرة ديالي، إذا النقطة سي قلنا هي التقاطع باش نحدد المثلث ديالي. إذا هذا هو المثلث ديالي، إذا أنا هي أ AC، إذا هذا هو المثلث المطلوب مني. إذا أنا رسمت المثلث دير لو بوان سي، مطلوب مني رسم الميديان ديال المثلث ABCD المصاحب للرأس A. شنو كنعرف على الميديان؟ إذا الميديان كينطلق من الرأس A وكيمشي المنتصف ديال القطعة BC. غنحدد المنتصف ديال BC، عندي 3 سنتيمتر، إذا المنتصف هو هذا، وغادي نرسم الميديان ديال الرأس A. إذا الميديان ديال الرأس A للمثلث كيمر من المنتصف، يعني هذا هو لو ميديان، النقطة M. كيقطع النقطة M. إذا دابا نرسمو الباراليل AB، والمار من النقطة M كيقطع الـ AC أو إذا نرسمو الباراليل المستقيم AB. إذا باش نرسم الباراليل خاصني ناخد
perpendiculaire على ال AM و passe par إذا ناخد perpendiculaire على ال AM سناخد العمودي على العمودي، إذا العمودي على أبي حيت غنرسم الموازي ديالو، إذا ناخد العمودي عليه المربع النقطة إم، هو هذا العمودي، غادي نديرو منقط، إذا هذا هو العمودي، وغادي نديرو العمودي على العمودي باش نرسم المستقيم الموازي. إذن هذا هو العمودي على العمودي والموازي الأب، إذن أنا رسمناه كيقطع لنا الأسي في النقطة N. إذن هذا هو الشكل النهائي ديالي، إذن الشكل النهائي ديالي هو هذا. دابا مطلوب مني أنني نبين بأن N هي منتصف ديال الأسي، إذن في المعطيات عندي بأن هذا المستقيم MN موازي الأب، وعندي بأن ام هي النقطة بي سي، هي منتصف ديال بي سي حيت الا ام هو لو ميديان. انطلاقا من المعطيات عندنا بان ام قلنا هو لو ميديان، اذا ام ونعتذر على الكتابة هذا خارج على الاطار ديالنا، راه كنديرو المستحيل باش تكون كتابة زوينة، ولكن حنا ما نديروش ديريكت، حنا نقولو فمنا بأن ام نديروها ام منتصف مباشرة. اذا ام الميليو ميليو ديال بي سي وعدنا بأن MN باراليل AB دونك دابخي بريوريتي بروبريتي propriété un milieu les OM et une parallèle les AM ou AP باراليل دونك غنقولو بأن دونك ان اي لو ميليو ديال اسي، ميليو ديال اسي تال حنا بينا بأنها هي الميليو ديال اسي. فوالا، إذا السؤال الثاني مطلوب مني أنني نحدد المسافة ام ان، إذا السؤال الثاني دابخي تيوريم تيوريم في ديال تاليس كيفاش تيوريم ديال تاليس، كاين اللي معرفش شنو هو تيوريم تاليس، غنمشي بالشكل. إذا بالشكل تيوريم تاليس شنو كيقول ليا؟ كيقول ليا حيت بغا هنا ام ان، إذا غنبداو حنايا بلا ما نديرو تيوريم تاليس ما صالح ليناش، ولكن غنديرو تيوريم ديالاش ديال سيغمو او ميليو، سيغمو سيغمو دي ميليو.
سيغمون دي ميليو. شنو كتقول لينا هاد سيغمون دي ميليو؟ عندي ام ان هما لي ميليو، عندي ام ميليو ديال بي سي وعندي ان هي الميليو ديال اش ديال اسي. ميليو تتنتمي هي الميليو ديال اسي. اذا كنستنتج التيوريم ديالي كيقول لي بان ام ان كتساوي واحد على جوج بي سي. نشوفوا الشكل بعدا. ام ان كتساوي واحد على جوج، بما ان هادو دي ميليو، ام ان كتساوي واحد على جوج ابي، ماشي البي سي ولكن ابي، واحد على جوج ابي. تطبيقات هذه هي القاعده اللي حصلنا عليها في الاخير. تطبيق عددي ام ان كتساوي واحد على جوج ابي، هي جوج فاصله خمسه، جوج فاصله ثمانيه. اذا كتساوي لنا ام ان هي واحد فاصله اربعه سنتيمتر. هذا الاكزرسيس ديالنا سهلة. نمشيو لاكزرسيس نيميرو 11. اذا اكزرسيس نيميرو 11 دون لا فيغور سي دوسو اي او او سون دو ميليو ريسبكتيف دو ا بي اي ا سي تيل كو او اي كتساوي 2.5. ديتيرميني ان جوستيفيون لا ريبونس لو بيريمتر دو تريونغل ا بي سي. اذا عندي هنايا لو تريونغل، نقراو عاوتاني بالعربيه. اذا في الشكل الاسفل عندي اي و او هي منتصفات على التوالي ديال القطع ا بي، يعني المنتصف ديال ا بي و اي والمنتصف ديال ا سي و او، بحيث المسافه او اي، هذه المسافه او اي كتساوي 2.5. اذا المطلوب مني السؤال هو استنتج معللا جوابك محيط ديال المثلث ا بي سي دي. اذا المحيط هو مجموع ديال الاطوال ديالو. اذا احنا مجموعة اطوال، عندي المسافة ا بي كتساوي 5.8، عندي المسافة ا سي قلنا كتساوي جوج مرات ا او، اذا ا او بما انها منتصف يعني جوج مرات هي 6.4. اذا بقات لي غير المسافة البي سي هي اللي خاصني نبين عليها باش نستنتج المحيط ديالي. اذا انطلاقا من الشكل ديالي، المحيط شنو كيساوي؟ ندير العلاقة المحيط. اذا بي هو المحيط، بيريمتر كيساوي ليا هو طول ا بي زائد طول ا سي زائد طول بي سي. اذا هذه العلاقة، انا عندي ا بي، اذا المسافة ا بي شحال كتساوي؟ قلنا كتساوي لنا انطلاقا من الشكل هي هذه ا بي، اذا كتساوي 5.8 والاسي. اذا انطلاقا من الشكل عندي الاسي كتساوي ليا جوج ديال المرات ا او، على جوج المرات ا او لان او هي المنتصف، وكتساوي ليا 6.4. اذا بقات ليا البي سي، اذا المسافه البي سي هي اللي انا غادي نقلب عليها. اذا نجي هنا غادي نقول بما ان عندي اي و او دي ميليو، اذا هما راه قالوا لي بانهم لي ميليو ديال ا بي و ديال ا سي. دونك غادي نقول دابخي لو تيوريم، دابخي تيوريم ابخي لو تيوريم سيغما او ميليو، سيغمون دي ميليو إذن غنستنتج الطول ديال بي سي ميليو. إذن شنو كيقول ليا؟ كيقول ليا بأن المسافة أو إي كتساوي ليا واحد على جوج من المسافة بي سي، وأنا يا ما عنديش البي سي، أنا اللي بغيت البي سي. إذن هذه هي العلاقة. انطلاقا من هذه العلاقة غادي نستنتجو بأن البي سي كتساوي شحال؟ جوج ديال المرات أو إي. إذن
حساب كتساوي هي جوج مرات مضروبة في المسافة اللي هي جوج فاصلة خمسة. إذا بي سي كتساوي شحال؟ 5 سنتيمتر. إذا أنا لقيت بأن بي سي كتساوي 5 سنتيمتر. دابا نطبق القاعدة ديالي على المحيط باش نحسب المحيط كامل. إذا لو بيغيمتر إيكال 5.8، نزيد عليها الأسي 6.4، نزيد عليها 5 سنتيمتر. إذا كيساوي عندي هنايا 10 و15، 16.4، 16.4، 17، 17 شحال هي 12، هي 17.2، 17.2 ياش سنتيمتر. إذا هذا هو الطول ديال المحيط ديال أبي، وعلنا الجواب ديالنا. إذا نقفوا إلى هذا الحد، موعدنا بجوج تمارين أخرين إن شاء الله، لأن الفيديو ما بغيتوش يكون طويل بزاف باش ما تملوش. تبارك الله عليكم، خليتكم على خير، والله يوفق الجميع. السلام عليكم.